برشلونة أتلتيك بيلباو الذي أسال العرق البارد لبرشلونة في الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 31، وين شنا كيفاش أتلتيك بيلباو وين ضيع أهداف، ضيع رغم أن نقولوا باللي كانت المباراة كانت برشلونة هي اللي كان مسيطر 66% نسبة استحواذ، 34% لأتلتيك بيلباو، تمريرات 662 201 تمريره بالنسبه لاتليتيك بيلباو، لكن اتليتيك بيلباو كي تشوف باللي صح نقولوا باللي برشلونه ضيع شنا ايفان راكيتيتش اللي سجل في الدقيقه 71 وشاهدنا الشوط الاول انتهى 0-0، شنا الشوط الثاني كان صعب جدا وين نقولوا باللي جيراك المدرب تاع اتليتيكو وين لعب خطه 5-4-1، شنا كيفاش كيكي وين دخل بخطه 4-3-3، شنا اللاعبين تاع برشلونه وين الفريق مكتمل، شنا شنا نيلسون شنا نيلسون شنا بيكي شنا جوردان البا شنا كيفاش ميلو شنا كيفاش سيرجيو بوسكيتش المسجل الهدف سيرجيو بوسكيتش ارتور شنا كيفاش ليون ميسي لويس سواراز اللي خرج في 85 انطونيو جيرمان غريزمان اللي دخل في الدقيقة 65 ايفان راكيتيتش اللي دخل في 64 وسجل في 71 ريكي شنا اني شنا فاتي شنا مارتين، لكن كل هذ اللاعبين وين نقولوا باللي وين عانوا امام سيمون الحارس تاع اتلتيكو مدريد وين انقذ المرمى تاعو من عده اهداف، رغم ان الهدف اللي تلقاه شنا الاوسكار شنا كيفاش راول داني ايكر اسبير شنا كيفاش ميكل فيسكا شنا يعني كانت المباراة كانت شيقة، شاهدنا فيها هدف واحد بالنسبة لبرشلونة، لكن مباراة خاصة في الشوط الثاني وين شنا راكيتش اللي دخل في الدقيقة 64 وعدل وسجل الهدف في الدقيقة 71، كانت المباراة في القمة، مباراة كانت وين نقولوا باللي اتليتيك بيلباو وين اسال العرق البارد لبرشلون في الدور الاسباني الدرجة الاولى، برشلون هدف اتليتيك بيلباو 0 صحيح في الجولة 31. مباريات شفنا كيفاش المباراة كانت نقولوا تما المباراه اللي كان خاصها الجمهور برك، هذا ما كان مباراه شاهدنا مباراه كيفاش كان خاصها الا الجمهور، على ديك بالك يقول لك غادي في بعض البلدان اللي غادي يخرجوا يعاودوا يردوا الجمهور، خاطر على المتعه في الجمهور، المباريات راهم يجوا ملاح، رانا نشوفوا المستوى راه يتحسن في اوروبا في كل مباراه كل 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 جوله راه يزيد المستوى يتحسن، بصح فايده البنا في الجمهور حماس مكاشي في المدرجات، على ذيك انا نشوفوا بلي المستوى راه يتحسن، شفنا كيفاش المستويات كاع البطولات اللي راهم يلعبوا كاع تحسن، على ذيك نقولوا بلي فانيك وين المدربين وين اللاعبين وين راهم يعملوا مجهودات كبيره، شفنا كيفاش كانت المباراه تاع اليوم كيفاش كانت، على ذيك نقولوا بلي عوده الجمهور تزيد نكهه في المباراه هذه صحيح.